بمناسبة اليوم الوطني للشهيد 18 فيفري، قام السيد الأمين العام ممثلا عن السيد والي ولاية عنابة بزيارة معرض صور الثورة التحريرية لجمعية وفاء بدار الثقافة محمد بوضياف. وكان في استقباله السيد رئيس جمعية وفاء لحماية وتقليد مآثر الثورة التحريرية. ووقف السيد الأمين العام على صور مخلدة لذاكرة الشعب الجزائري أمام ثورة التحرير الكبرى، ولقد قدم له رئيس الجمعية كل الشروحات والدور الذي لعبته ولاية عنابة في تحرير الوطن. وفي الختام تحدث الأمين العام في ميكروفون مبعوث الرسالة نيوز. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم يوم عزيز على كل الشعب الجزائري، ألا وهو ذكرى 18 فيفري. الذكرى الوطنية ل 18 فيفري هي ذكرى الشهيد، وما أدرك من الشهيد الذي الله سبحانه وتعالى حطه مع الأنبياء والصحابة. إذن الشهيد هو شهيد الوطن، شهيد تعتز به الجزائر اليوم، جزائر الاستقلال، جزائر هذا الشعب الأبي الذي قال لفرنسا لا للاستعمار لا للاستدمار، نعم للحرية، نعم للكرامة. ضحت الجزائر بمليون ونصف مليون شهيد، والجزائر قائمة. وبهذه المناسبة السعيدة والأليمة في نفس الوقت نترحم على شهدائنا الأبرار، ونتمنى لمجاهدينا آبائنا المجاهدين والمجاهدات طوال العمر والصحة والعافية. عاشت الجزائر دائما شامخة، دائما في الطالعة، وشعبها الأبي عاش بصحة وافية. والسلام عليكم.